مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا. يوم جديد مع حضراتكم ومتابعه لاهم الاخبار. والحقيقه الحلقه النهارده يعني اخبار بامتياز من اولها لاخرها، اخبار كتيره، ونتمنى ان شاء الله يعني انها تكون بتتعامل مع كافه الملفات واهتمامات حضراتكم. مساء الخير معتز. مساء الفل يا هانم. اهلا وسهلا. اولا انا احتفل بان احنا قاعدين. ده لوحدها كانت شكوى اساسا ان احنا موقفيننا في البتاع ده، تحس ان هو عامل زي اللي كسر ازاز للقناه وقفلنا مذنبنا. ولو تلاحظوا السعاده واحنا بنبتدي يعني برضه الواحد قاعد مستريح كده بيبقى كلام اكثر راحه. صح، وتلاقي نفسك قاعد مركز بقى في الكلام، انما هناك انا مركز في القعده والوقفه، واقف البتاع وافتح الجاكيت واللي هو فيه هنا قرش اوف قدامك ما تتحركوش. لو اتحركت تطلع بره النور والناس ما تشوفناش وكلام زي كده. ليه بقى دي مناسبه جميله؟ ليه بقى عادية. ليه بقى الجلسه دي وليه الحلقه كلها اخبار؟ أيوة. ليه؟ لا محمد حد يقول بقى مش هدا. طيب، هو طبعا حق المشاهد علينا لانه احنا كان سبق ونوهنا وقلنا النهارده هيكون معانا المرشح الرئاسي السيد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، واللي قدم نفسه للمواطن المصري كمرشح في الانتخابات الرئاسيه. لكن الحقيقه، وبقول ده حق حضراتكم لانه ما ينفعش يعني نغفل ونتجاهل ونكمل عادي ونقول حلقه اخبار وبس. حتى اللحظات الاخيره قبل ما نكون مع حضراتكم على الهوا وصلنا اعتذار حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى عن الحضور، وقال يعني هو لن يتمكن من الحضور او لاسباب خاصه او انه لا يرغب يعني في اللقاء او في توجيه اسئله لي، يعني اسباب الحقيقه غير مفهومه وغير معروفه بالنسبه لينا، على الرغم انه كان التاكيد حتى اللحظات الاخيره بالحضور، لكن الاعتذار جه في اخر لحظه لعل المانع خير. واحنا يعني اقول ايه، الاستاذه لبنى الحقيقه بتقولها باشيك طريقه ممكنه، يعني عايز اقول يعني عملت اختزال رهيب لكم رهيب من التفاصيل، بس احنا يعني من معلش. مصلحتنا كبلد يعني انه الفتره الصعبه دي تعدي، واحنا في كل الاحوال يعنينا تماما انه حضراتكم تكونوا بس على علم بايه اللي حصل من غير التفاصيل اللي ممكن تكون مزعجه شويه، لكن احنا في النهايه يعنينا انه شكلنا يطلع كويس، واحنا كنا هدفنا الحقيقه في كل الاسئله اللي احنا كنا هنوجهها للسيد الباشمهندس موسى مصطفى موسى هي اسئله يعني بنعتقد ان حضراتكم كنتم تهتموا بان انتم تعرفوها، لكن اما وانه ما جاش فخلاص بقى. يعني برضو مشكله اسئله يعني انا مش عارف برضو. نقفل الصفحه. نقفل الصفحه دي. طيب، نفتح صفحه جديده ونشوف اخبار النهارده. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الرئيس بجد بقى، حتى الرئيس اللي مستوعب معنى انه يبقى رئيس جمهوريه وانه يتكلم مع الناس ويصارح الناس ونفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتم. على كل الاحوال، الرئيس بمواصله جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع. الكلام ده حصل خلال اجتماع الرئيس النهارده مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ومع طبعا وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. وزير الكهرباء خلال الاجتماع عرض التصور المستقبلي لوضع الشبكه القوميه للكهرباء، وتم كمان متابعه الموقف بالنسبه لمحطات توليد الكهرباء الجديده اللي تم انشائها في العاصمه الاداريه وفي البرولس وفي بني سويف. واكد وزير الكهرباء انه من المنتظر ان المحطات دي تدخل الخدمه بدايه من يوليو 2018. كمان في الاجتماع تم استعراض الجهود اللي بتحصل لمكافحه سرقه التيار الكهربي، والرئيس من ناحيته قال انه لازم يتم زياده تكثيف التوعيه لترسيخ ثقافه الترشيد في استهلاك الكهرباء. والرئيس كمان قال واتكلم على مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار. طبعا يعني في معتز انجاز رائع حصل في قطاع الكهرباء، لكن انا عجبني كمان انه برضو بيتم التاكيد على انه لازم نرشد الكهرباء. أيوة. انه مش عندنا وفره والمساله بقت تمام وكل حاجه، ويعني ومفيش انقطاع وفي محطات جديده بتدخل الخدمه، لكن برضو في نفس الوقت لازم المواطن ثقافه الترشيد دي شيء اساسي. نفهم تفاصيل اكتر معانا على التليفون دكتور ايمن حمزه المتحدث. الخير دكتور ايمن. مساء النور يا فندم، مع حضرتك مساء النور على معتز بيه وعلى المشاهدين الكرام يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طب دكتور ايمن، الرئيس يعني معنى ان هو لسه بيتابعكم، ويعني انا كنت فاكر ان موضوع الكهرباء ده كانت مشكله واتحلت، انما واضح ان هو لا، ده لسه في اجتماعات ونقاشات وتوجيهات وحاجات كتيره. ممكن حضرتك تقول لنا ايه كواليس الاجتماعات دهيت وايه الهدف النهائي من الانشطه اللي بتقوم بيها الدوله والحكومه في قطاع الكهرباء؟ وطبعا هي المتابعه ديت طبعا دي مهمه جدا علشان الواحد يوصل للانجاز اللي هو مخطط له يعني. وهو احنا دلوقتي يمكن
اشرت ان احنا ما بقاش في يعني اعمال او القدرات المتاحه يعني الحمد لله كويسه، بس في نفس الوقت احنا قدامنا يعني اهداف مهمه قوي. اول هدف الوصول للخدمه الى اعلى مستوى، وده بيتطلب له متابعه جامده جدا، خاصة الشبكات اللي موجودة عندنا والاستثمارات اللي يعني ممولة ليها استثمارات ضخمة جدا. الحاجة الثانية هي الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربية والمشروعات الضخمة العملاقة اللي هي بتخش، ودي بتتطلب لها زي ما حضرتكم أشرتوا شبكة النقل لازم تكون على أعلى مستوى، لأن احنا داخلين في ربط مع مش بس الدول الجوار، احنا داخلين في ربط عالمي كمان. يعني احنا بنتكلم ان العالم كله بيتكلم دلوقتي على الربط ما بينه وبين بعض. طب ممكن دكتور ايمن معلش اتطفى على حضرتك كده في بعض الامور اللي بتبدو فنيه بس برضه يعني المشاهد يحب يعرفها، يعني دلوقتي احنا هنا ومثلا بنحاول نعمل ربط مع اخواننا في المملكه العربيه السعوديه، الربط ده بيتم ازاي؟ يعني كابلات الكهرباء اللي بتتنقل دي بتتنقل ازاي؟ هو طبعا ديت بتبقى في محطات محولات اللي هي البهد الفائق، بالاضافه الى محولات بنسميها محولات تحويل من تيار مستمر لتيار متغير، وفي نفس الوقت في جزء منها بيبقى كابل بحث. طبعا على حسب طبيعه المكان وعلى حسب الامكانيات اللي موجوده، الكلام دوت بيبقى ناحيتنا وناحيه المملكه العربيه السعوديه. نعم. لو جينا بصينا وده يوضح قوي لو اتكلمنا برضو على الربط ما بيننا وبين قبرص هناك. قبرص سودان برضه في ربط ما بيننا وبينهم بس معظمه كابل بحري. بيربط ما بيننا وبينهم، وبعدين بقى في بعد كده محطات تحويل لطبيعه التيار من تيار مستمر لتيار متغير. يعني ديت حته فنيه بتساعد بس في مرور التيار الكهربائي. طب دكتور ايمن احنا عاملين مشروعات الربط دي مع المملكه العربيه السعوديه، قبرص، اليونان، هل الاردن، لبنان، يعني ايه برضو باقي البلاد والعائد من قصه الربط؟ هو مع الاردن بالفعل في احنا بالفعل في خط ربط ما بيننا وبين الاردن، ولكن قدرته حوالي 450 ميجا وات. القدره ديت يعني الجانبين وخاصه الجانب الاردني شايفين ان ديت ما تفيش بالاحتياجات الموجوده، خاصه ان ديت ممكن تربط بعد كده مع العراق ولبنان وسوريا والمنطقه اللي بعد كده. وعشان كده في دراسات دلوقتي بيعمل خط بحيث ان يبقى يتبادل حوالي من 2000 ل 3000 ميجا وات عشان تزيد القدره دي. مع ليبيا نفس الحكايه، في دراسات مع السودان، مع ربط مع السودان. كل الاتجاهات ديت بتصب في اكتر من جهه. اول حاجه احنا عندنا يعني احنا عندنا من القدرات اللي هتخش ان شاء الله بتخلينا ان احنا نقدر نتبادل الاحتياط اللي عندنا في اختلاف اوقات الذروه ما بيننا وبين الدول ديت، بس ان يبقى فيها نوع من التوصيل. احنا كده كاننا بنصدر كهرباء. مظبوط على حسب اختلاف اوقات الذروه. يعني مثلا المملكه العربيه السعوديه وقت الذروه بتاعها بالنهار، احنا عندنا وقت الذروه بالليل. فبالتالي الاختلاف دوت احنا ممكن نديهم في الاوقات اللي عندنا احتياطي ضخم، ممكن في الوقت ده نديها لهم. بالاضافه الى حاجه مهمه قوي، ان الربط ده بيتطلب تقويه الشبكه الداخليه، الشبكه اللي بنسميها شبكه الجهود الفائقه والعاليه اللي هي شبكه النقل. وبالتالي احنا بنشتغل على تقويه الشبكه بتاعتنا علشان تقدر ان هي تماثل الشبكات العالميه اللي موجوده. ويمكن كنت بقول لحضراتكم ان احنا داخلين في برضه حزمه من الربط العالمي في منظمه اسمها جيديكو، يمكن معالي الوزير كان تم توقيع مذكره تفاهم معاهم. المنظمه دي بتبص لان يبقى فيه ان مصر تبقى منطقه محوريه لربط ما بين ثلاث قارات كهربيا، وفي نفس الوقت دي بيساعد في ان هم يعني هم عاملين خطه بحيث ان 2030 يربطوا ما بين كل قاره بعضها، وبعد كده 2040 ما بين القارات المتجاوره، وبعدين بعد كده يبقى في جلوبال انتر كونكشن. الاتجاه العالمي كله بيروح ناحيه الربط ما بين الدول كلها بعضها. ويمكن اوروبا في نفسها داخليا، يعني المانيا بكل ما فيها من عندها من شبكه قويه بتاخد جزء كبير قوي من الدول المحيطه بيها.
فاحنا يعني بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نقوي شبكاتنا عشان نماثل الشبكات المحيطه بينا، ان عندنا يبقى قدرات كبيره ان احنا نقدر نصدرها وان احنا نافي كمان بالاحتياجات الداخليه وبالاستثمارات اللي موجوده. طيب دكتور ايمن، في عندنا خبر الحقيقه انا سرقته من الاستاذه لبنى صباح، وانا بتكلم شفته وانا بتاخده رشيت الورق بتاعها. في بكره حضراتكم هتفتتحوا اول محطه شمسيه من اصل 32 محطه بتعمل بمشروع اسمه بنبان، ده شموس، جزء من شموس النوبه، وبيقال انه يبقى واحه من الطاقه الشمسيه الرهيبه، والمشروع هيمتد على مساحه 37 كيلو متر مربع، وبيقال انه هيوفر تقريبا 90% من نسبه الكهرباء بفرع السد العالي. المعلومات دي اولا دقيقه ولا انا بحلم؟ والله هو حلم مشروع طبعا، وهو دوت فعلا. احنا انا كنت منتظر السؤال ده من الاول يعني، بس يعني لا احنا مرقدين لك الاسئله الجامده في الاخر. لا هو فعلا بكره ان شاء الله باذن الله بيفتتح. عايز اقول لحضرتك يعني جمله، يعتبر اكبر مزرعه خلايا شمسيه في العالم حتى الان. في تجمع بينتج حوالي 1500 ميجا وات من نوع الخلايا الفوتوفولتية. الجزء بتاعه خاص بما نسميه آلية كنا بدأنا بيها، اللي هي آلية تعريف التغذية، بمعنى إن إحنا كان مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. إن إحنا بيبقى فيه تعريفة معينة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إحنا بنشتريها من الشركة الخاصة اللي هي بتنتج الكهرباء وبتضخها بقى في الشبكة القومية. منها طبعا ديت بتدعم التوجه بتاع الحكومه كله وبتاع وزاره الكهرباء خاصه في التوسع او تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجدده سواء شمس او رياح. ومصر بصفه عامه فيها من الطاقات المتجدده ما يمكنها انتاج 90,000 ميجا وات، 90 جيجا. كمان يمكن قريبا كنا يوم السبت الماضي كان في مصر كانت دخلت في توقيع دخولها في التحالف الدولي للطاقه الشمسيه. وده شيء مهم جدا، ان بسبب وقوع مصر في طي السرطان والجدي، اللي هي دي تعتبر منطقه اكثر الاماكن خضوعا للشمس. فمنطقه السودان منطقه ان شاء الله هتشهد اولا فتح استثمارات ضخمه جدا، فرص عمل ضخمه جدا، المجال بتاعها فعلا هي هتنتج حوالي يعني يستكمل ان شاء الله على 2019 تقريبا 90% مما ينتجه السد العالي. وفي طاقات كتير جدا ان شاء الله هتخش في طاقات متجدده. احنا بنشتغل بناء على خطط استراتيجيه طويله الامد او طويله المدى حتى 2035. احنا عايزين الطاقه المتجدده نصل المشاركه فيها في مصادر الطاقه الى حتى 42%. يا دكتور ايمن خليني اشكرك شكرا جزيلا، وعايز باذن الله لو يتاح وقت حضرتك شرفنا في الاستوديو ونقعد نتدارس الكلام المهم اللي حضراتكم بتعملوه دهوت. مش بس مصر تستهلك، ده مصر كمان يكون عندها طاقه عشان تصنع وكمان علشان تصدر، وان شاء الله ده يكون يوم الاربعاء القادم لو امكن باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك شكرا جزيلا. تمام، النهارده كمان نرجع لمتابعه الاخبار. النهارده الرئيس تفقد محور رود الفرج ومطار سفنكس الدولي غرب القاهره. محور رود الفرج ده نقدر نقول عليه من اهم محاور التنميه في منطقه العاصمه بشكل عام، لانه هيربط الشرق بالغرب، وفي نفس الوقت هو موازي لمحور 26 يوليو، والهدف طبعا ان احنا يعني الزحمه والمرور يعني الدنيا تمشي، نقلل زمن الرحلات. ده غير كمان انه هيربط غرب القاهره بالطريق الدائري الإقليمي وطريق منخفض القطارة وكمان الساحل الشمالي. فالرئيس تفقد أعمال تنفيذ كوبري تحيا مصر الشرقي أعلى نهر النيل شرق جزيرة الوراق ضمن المرحلة الثانية لمحور رود الفرج. كمان تم تفقد الأعمال التنفيذية للمطار المفترض هيستوعب 300 راكب في الساعة، وده الهدف منه أنه هو يخفف الضغط شوية عن مطار القاهرة الدولي. والرئيس كما هي العادة دايما بيشدد على أنه يتم الالتزام بالإطار
الزمني، يعني يكون الكلام ده في اقرب وقت ونخلص المشاريع بسرعه ويكتمل التنفيذ. واكد على ان المشاريع دي يعني ليها اهميه كبيره جدا في اطار ان الدوله بتشتغل علشان تطور شبكه الطرق والكباري. والحقيقه يعني هو ده واقع ملموس واحنا شايفين على الارض طبعا، طرق جديده، محاور جديده بتفتح يعني افاق التنميه وشرايين التنميه. احنا معانا على التليفون المهندس محسن صلاح رئيس شركه المقاولين العرب، بنرحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم. باشمهندس، طبعا شركه المقاولين العرب ليها دور كبير طبعا وشايله كتير من المشاريع الاعمال التنفيذيه، والحمد لله يعني بنخلص في وقت كويس وبجوده عاليه. فلو نتكلم على اللي بيحصل دلوقتي، اللي جاري تنفيذه، محور رود الفرج، وصلنا لحد فين، باقي قد ايه واهميته؟ الحقيقه ده محور مهم جدا، وهو بيربط محور عرضي، بيربط شبرا المظلات بالطريق الدايري بالطريق الصحراوي، مصر اسكندريه الصحراوي. أيوة. وممتد بعد كده الى ان يصل الى الضبعة في الساحل الشمالي. تمام. من الطرف الثاني المطالع والمنازل في شبرا ممكن توصل للفنجري، بعد كده على طريق السخنه، وممكن توصل بعد كده للزعفرانه والغردقه. فهو اجمالي هذا المحور مهم جدا لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. ده امتداده كده بنتكلم على قد ايه طول؟ لا، المحور كله فيه اكتر من حوالي 600 كيلو، المحور من البحر الاحمر لحد البحر المتوسط. 600 كيلو كتير قوي. نعم. ايوه يا فندم. فهو محور، احنا شغالين دلوقتي في من شبرا المظلات الى ان يصل اللي بيعبر النيل الشرقي، وبعدين يعبر جزيرة الوراق، وبعدين يعبر النيل الغربي، وبعدين يصل بعد كده لممتد لحد الطريق الدايري، في مطالع ومنازل على الطريق الدايري، بعد كده ممتد الى ان يصل الى طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طب باشمهندس، ان شاء الله تخلصوه امتى؟ ده ان شاء الله على اخر العام ان شاء الله يكون جاهز تحويل تشغيل السيارة. رائع. هل حضراتكم جزء من شغل حضراتكم في مطار سفنكس؟ لا، الحقيقه مش احنا اللي بنمثل مطار سفنكس. ازاي يا فندم؟ لا، لازم يوفقكم المقاولين العرب يشتركوا في كل حاجه. بنثق فيكم يعني. الحمد لله، دي الثقه في الشركه، وشركه تتبع الحكومه وتتبع وزاره الاسكان. دي حاجه نفتخر بيها ان تكون سمعتنا ودرجة الثقة فينا بهذا الشكل. طب باشمهندس، في ايه تاني مشروعات حضراتكم بتنفذوها؟ انا متأكد مشروعات كتيرة يعني، بس ايه اهمها؟ مفيش مشروع قومي المقاولين العرب مش مشاركة. طب لما بنتكلم عن اعمال التشييد، ما شاء الله يا فندم، التشييد والبنى والطرق الجديدة، انها يعني العائد منها وبتوفر فرص عمل قد ايه، وكام شركة شغالة، ومن الباطن كام تاني، يعني برضو المنظومة دي بتدار ازاي يا فندم؟ لا، الحقيقه انت لو بصيتي لخريطه مصر النهارده، يمكن اللي بيبص بطريقه عابره كده يفتكر ان دي عده مشروعات مثلا متناثره، شيء طرق وشيء كباري وشيء انفاق، انما هي الموضوع كنظره عامه لتجهيز مصر بالصوره الجديده، هي عباره المشروعات دي عباره عن قطع البازل. يعني هي بازل كلها بتركب مع بعضها لتكوين صوره لمصر الجديده في صورتها الحديثه، وهي تجهيز مصر للعصر استثمار جديد خالص وصوره جديده خالص لمصر الحديثه. طب المشروعات كلها بتتفق وبتكمل بعضها، سواء انفاق تحت قناه السويس، سواء مواني في منطقة بورسعيد، سواء مناطق استثمارية على محور قناة السويس، سواء الطرق الرابطة اللي بينهم، سواء بعد كده فتح مناطق وشرايين جديدة عشان مدن جديدة تتحمل سياحة وتفرد الطاقة البشرية على مسطح أكبر من المسطح اللي احنا عايشين في خلاله، 6% اللي احنا عايشين فيها. فالمشاريع كلها بتتكامل في الآخر لتخلق صورة جديدة لمصر
في المستقبل ان شاء الله. يعني خلينا نتوقف عند وصف حضرتك لاهميه المشاريع دي وانها صوره جديده لمصر ويعني افاق جديده بتتفتح، لانه خلينا نتكلم يا باشمهندس كتير من الناس الحقيقه برضو يعني يقول لك ايه دي طرق وكباري بس عشان خاطر الزحمه العائد منها، لكن انا لما بتكلم عن مدن جديده عن فرص استثمار عن يعني حد جاي فانا اسفه بمهد او بعمل له البنيه التحتيه. اكيد طبعا دي شرايين، الطرق دي عباره عن شرايين تفتيح لشرايين لمناطق جديده والاراضي جديده ومجالات استثمار جديده وحياه جديده. لا موضوع الشرايين دي يعني هي اهم حاجه او قبل كل حاجه. لازم تفتح الشرايين دي. نشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. انت واخده بالك يا لبنى هانم؟ انا فاكر يعني زمان لما نعمل المبنى الثالث في مطار القاهرة بنقعد عليه، أولا احنا بنقعد نفتتحه شوية شهور نفتتحه تاني وبعدين نفتتحه كذا مرة وبعدين نروح ونيجي وكاميرات صحيح. احنا ما شاء الله دلوقتي احنا بنعمل كميات يعني ده كأنه البلد بيعاد بنائها من أول وجديد. وبعدين أنا قعدت أقرأ شوية عن مطار سفنكس ده. مطار سفنكس ده عشان بس الناس تكون فاهمة، مش في مطار القاهرة شرق القاهرة اللي هو ناحية مصر الجديدة والكلام ده، ده المطار ده غرب القاهرة اللي هو ما بين الجيزة بقى بالظبط كده الداخل من طريق القاهرة الاسكندريه الصحراوي. ده مطار جديد كانه يعادل اللي هناك عشان يخفف الضغط على هناك. يعني ان شاء الله السياحه والدنيا تشتغل. السياح بيجوا على ايه؟ عايزين صح ناحيتنا، فانت كده بتنزلهم هنا بدل ما ياخدوا الطريق كله صلاح سالم والزحمه والكلام ده فبتخفف الضغط. ف يعني اللي انت بتقوله معتز انه في احساس ان احنا مش ملاحقين يعني الحمد لله شغل الطرق ده والتقليل من اهميه المشروع القومي فيما يتعلق بالطرق والكباري، عشان كده كنت بناقش باشمهندس محسن فيه لانه البعض مش فاهم ايه العائد منها، مش بس فرص عمل، انا بشيل التكدس، بعمل حاجات جديده، مدن جديده، بشغل عماله، استثمار، بنيه تحتيه، مرافق جديده، البلد شكلها بيختلف وبيتغير. ده انا يعني بقول برضو تحيه للناس اللي بتشتغل يعني واضح ان احنا مش شغالين وبس، احنا شغالين وفي حد يعني عارف احنا رايحين فين، واللي عارف احنا رايحين فين ده بيحرك البلد في الاتجاه ده. ما ان احنا بنعمل مطارات بالطريقه دي في الاماكن دي وبنعمل مدن وبنعمل شبكات ونوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط بطريق 600 كيلو، ده يعني معناه ان احنا فعلا، وخد بال حضرتك زي ما قال الباشمهندس، هي شرايين يمين الطريق ده وشمال الطريق ده مش هيبقى صحراء تاني، لا ما خلاص هعمل بالظبط مدن ولا وبدل المقوله الشائعه اللي احنا تورثناها من ساعه ما كنا طلبه في المدارس انها 20 على 5 6% من ساعه مصر، لا ده احنا كده الجيل اللي ورانا هيلاقي يقول لك احنا على 10% من ساعه مصر، وده في حد ذاته معناه انه احنا ان شاء الله ماشيين صح بإذن الله. إن شاء الله. انتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن قبولها جميع المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين المعتمدين لدى المركز الصحفي، والبالغ عددهم حوالي 680 مراسل أجنبي. الهيئة العامة للاستعلامات قالت إنه 680 مراسل أجنبي دول همت، ومنهم 540 أصلاً ناس موجودين في مصر و40 زائر هيجوا لنا هيقولنا علشان يغطوا الانتخابات. 140 انا قلت ايه؟ 40 140 نزود احنا 140. عايزين اكتر عشان كده رجعتك عارف قلت لا لا عادي 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 ما انت انا اصلا بيغمى عليا بعد الساعه 7 فكويس قوي ان انا عايش. المهم حضراتكم انه ده مهم ان يكون في تغطيه للانتخابات بتاعتنا، وافيد بقى الناس هترضى وناس مش هترضى وناس هيعجبها وناس مش هيعجبها، في ناس والله لو عملنا ايه ما مش هدي. فاحنا خلينا نعمل اللي احنا شايفينه صح وفي مصلحه بلدنا وان شاء الله خير. السيد رئيس الوزراء اكمل ولا انت؟ لا اتفضل. انت صوتك تعبك فعايزه ايه؟ التكييف. التكييف ادخل التكييف يا اخوانا مش فاهم. السيد رئيس الوزراء وجه باستمرار الهيئه العامه للاستعلامات في عمليه التطوير بهدف زياده التعريف بالانجازات اللي بتتم في مصر في القطاعات المختلفه، وفي نفس الوقت يعني يكون عندنا كلام مهم عن ما يقال عنا في الخارج، وهؤلاء الناس يتحدثون معنا وزي ما حضراتكم شايفين كده في الصور القائمون على التراسل دي انك تبعت، لان احيانا بيبقى المراسل الاجنبي عايز يكتب اللي على مزاجه، لا انت كمان اديله عشان هو يعني يديله وجهه نظرك وجهه نظر الحكومه، فيبقى قدامه وجهه ثانيه نظر فيقول لك والله احنا يعني القوى الكذا قالت كذا ووجهه نظر الرسميه هي كذا وكذا وكذا. انضج مراسل وانضج صحفي وانضج اعلامي هو اللي بيحرص على انه يستمع لوجهات النظر الاخرى، يعني ربما احنا داخل مصر لان احنا عايشين جوه مصر
فاحنا مش مستوعبين قوي انه في وجهه نظر ثانيه. لا هي موجوده وجهات نظر، مش وجهه نظر، وجهات نظر ثانيه، انما تسمعها وتدي لها حجمها، دي مش الحقيقه المطلقه. الاخوان بيشتموا عادي، ما بيشتم، انت طول عمرك يعني بتشتم، ما لا جديد، بس مش معنى ان هو بيشتمنا يبقى احنا غلط وهم صح، لا، ما هم برضه عندهم كوارث، ولما يعني لو قعدتهم مع بعض هيضربوا بعض وحاجات زي كده. عشان كده كان لقاء دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات مع رئيس الوزراء مهم طبعا، علشان اللي كان بيتكلم فيه معتز ان يكون في تنسيق، في تواصل، نقعد مع المراسلين نقول لهم وجهه النظر الرسميه للدوله، نقول لهم الاعلام هنا بيقول ايه، نسمع منهم، فيعني برضو انه يتم توفير المعلومه، علشان البعض يا معتز لما بيطلع لك ايه، اصل انا ما حدش قال لي، انا ما سمعتش، فانا من مصادري الخاصه. فكلمه مصدر خاص يصرح دي يعني دي مشكله، دي بالظبط. ممكن اقول لك حاجه بقى ملحوظه، والله الهيئه العامه اللي هي الاستعلامات دي والله الدكتور ضياء رشوان احياها، اخيرا طبعا احياها والله طبعاً يعني، وتوجه له تحيه، بس هي مش تحيه مجامله، هي تحيه مزيد من المسؤوليه. انت مطلوب منك انك يعني تعمل اللي انت بتعمله ده وتستمر. انا فاكره يا معتز انه قعدنا الفتره كده قبل ما طبعا دكتور ضياء يكون موجود، كنا بنطالب بالغاء الهيئة العامة للاستعلامات، اللي هي دورها ايه، هي بتعمل ايه، هي يعني مش شغاله، هي فين. فدكتور ضياء رشوان من يعني مرجعيته وهو دارس وفاهم ومتخصص وكان ايده في الملف ده زينا يعني، كان بيتكلم برضه وكان بينتقد. فالحقيقه لما تولى مسؤوليه الهيئه في التوقيت ده، يمكن زمان ما يعني ما كانش في احتياج قوي للهيئه، او يعني عادي الدنيا ماشيه وشغاله، لكن في التوقيت اللي البلد فيها في تحدي واضح، والاعلام الاجنبي يا اما يعني يعني دايما انا بحب وانا متربص، بقول انه هالمتربص بيعني متآمر متحيز، يعني هي المعلومه مش كامله، فخلينا والله هي خلط من كل ده. لاني ما بحبش اقول ان أو ماشي، في جزء مؤامره، في جزء نقص معلومه، في جزء سوء فهم، وفي ان انا ما بقومش بدوري واوضح انا بعمل ايه وبوضح نفسي. صح. فكل التحيه طبعا لدكتور ضياء رشوان والفريق، واستمر طبعا لكل الناس اللي شغاله في المساله دي. دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعاها القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، وكمان مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ودكتورة مؤمنة كامل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، وبحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية. النهاردة جميعهم كده وقعوا اتفاقية لدعم المتضررين من العمليات الإرهابية في قرية الرودة، طبعا أحداث الرودة طبعا المؤسفة، وإنه قالوا هم هيدعموا وهيشوفوا الناس محتاجة إيه، وده يعني اضعف الايمان طبعا، ده شيء مهم قوي ان هو يحصل، واحنا بنقول تنميه سيناء واهل سيناء ونشتغل فعلا على احتياجاتهم. نتابع كده جزء من تصريح دكتوره سحر نصر اثناء توقيع هذه الاتفاقيه ونرجع مره ثانيه. كان في اللقاء مع سياده الرئيس عندنا تكليف ان احنا نتحرك سريعا في ضخ استثمارات، وطبعا احنا المحافظات اللي هي حريصين ان احنا ندعمها ونحسن دخل الاسر هناك والمعيشه، ويكون مساهمين بطريقه اكبر في النمو. وطبعا من هذه المحافظات هي محافظات سيناء، سواء شمال سيناء ولا جنوب سيناء. والنهارده كان في لقاء مثمر جدا عند معالي الوزير، كنت عنده صباح في الباكر، ان احنا برضو بنتحرك سريعا في مشروع تنمية محافظات الصعيد، بالاخص التمويل المقدم من البنك الدولي. فبحب اشكر سيادتك على كل التعاون، لان في الاخر هو دي افضل طريقة ان احنا نقدر نقدم احسن خدمة لأهلنا في هذه المحافظات. معانا الاستاذ لا والله خلاص الكاميرا كده. سيادة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. سيادة النائب، يعني فيما يتعلق بتنمية سيناء بشكل عام، عندنا صندوق تحيا مصر، عندنا الاتفاقية اللي وقعتها النهاردة الدكتورة سحر نصر، شايف ازاي برضو احنا بنشتغل ازاي على هذا الملف، وايه المطلوب برضو من مجلس النواب لدعم توجه الدولة في الموضوع ده؟ طيب، هو بداية طبعا هي مشروع تنمية سيناء في حاجات كتيرة قوي بشرية شغالة كلها نفس التوقيت. طبعا احنا موضوع الانفاق ده هو موضوع نقله كبيره قوي، نقله حضاريه كبيره جدا، لان انت محتاجه تنقلي، لان انت كان عندك مشاكل في كل المشاريع اللي انت عملتيها في الفتره اللي فاتت. أيوه. مش قادره تتحركي من الشرق للغرب. فده كان نقطه مهمه جدا، موضوع الانفاق. الحاجه الثانيه ان النهارده بتوقيع الاتفاقيه، انا كنت بس عايز انوه على الموضوع ده، هي المعالجة النفسية كمان مهمة قوي، لأن أنا شايف هم مهتمين بالسيدات ومهتمين بموضوع المرأة، لأن محتاجين إن احنا ندعم الناس دي كتير قوي. محتاجين
كل الناس تدعمهم قوي لان هم اتجرحوا وتعبوا فمحتاجين ان احنا ندعمهم. اللي حصل النهارده من خلال هذا الاتفاقيه جزء من المفروض من حاجات كتير قوي هتتم ليهم في قريه الرؤى. ان جنرال بقى حضرتك بنتكلم على العموم في الاستثمار في انا شايف انه في احنا الخطوه اللي عملناها احنا الخطوات التشريعيه اتعملت كلها. اعتقد حزمه التشريعات اللي تمت خلال الفتره من تعديل من قانون الاستثمار، من تعديلات في قانون الشركات، من تعديلات في قانون سوق المال، في تعديلات في تشريعات كتيره قوي تمت في الفتره اللي فاتت. تمام. اعتقد ان دي الحزمه التشريعيه دي كانت واجبه انها تتعمل. اعتقد دور بقى دلوقتي على انه نحن نبتدي نروج للكلام ده ويحصل ترويج في المنطقه اكتر واكتر لان احنا محتاجين ان احنا ننمي سينا بشكل كبير. الترويج وانه دايما بنقول ان القصه برضو يا سياده النائب مش قصه تشريعات لكن قصه مناخ عام، وانه المستثمر لما يجي ما يصطدمش بموظف يوقف له كل حاجه على الرغم ان القانون بيقول. دلوقتي عندنا مراكز يعني خدمه المستثمرين، الخطوه دي برضو تقييمكم ليها وهل كده ده نهايه المطاف محتاجين شغل تاني شغل اكتر؟ خليني انا دايما باكد انه اللي بتعمله هيئه استثمار خطوه رائعه، خطوه كانت بيعاني منها جميع المستثمرين في مصر. تمام. ال- 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 الهيئه دلوقتي طبقا للي احنا كنا حضرتك اتقال في القانون ان اتحط تايم فريم، اتحط اوقات زمنيه محدده الاوراق، وانه مفيش ورق يتاخر، يعني انا بحط انه لازم يرد عليا في خلال 60 يوم، لو ما ردش يعتبر الرد موافقه. فانا اجبرت الموظف انه لازم يرد عليا ولازم، وحطيت معايير لاستلام الورق. كل ده بيتزامن من ان الهيئه كمان عملت مراكز خدمه المستثمرين عشان تسهل الاجراءات. انا اعتقد يعني وانا واللي شايفه واللي احنا لمسناه انه دي حاجه ما كانتش يعني مسبوقه، يعني حاجه مسبوقه ما كانتش حصلت في مصر قبل كده. عظيم. ان انت بتغيري في الفكر الاداري بتاعه التنظيم وعمليه استلام الورق وحتى مواعيد. الحاجه الثانيه مهمه جدا تراخيص صناعيه، حضرتك دلوقتي بتقدري تطلعي تراخيص صناعيه المصنع بالاختار. فدي كلها حاجات هتساعد على التنميه بسرعه. صح. نشكرك سياده النائب عمرو غلاب رئيس اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. انا نفسي نطلع بره مصر، مش يعني مش على اعتبار ان الاخبار مصر مش مهمه، بس في بره بتحصل حاجات كتير قوي. في حاجات بتحصل في سوريا وفي خناقه ما بين انجلترا وروسيا قد تترتب عليها ان انجلترا ما تبعتش فريق كره القدم بتاعها لروسيا، هتنسحب يعني من كاس العالم وهيتضامن معها فرق كور تانية ممكن تبقى مشكله كبيره جدا. في عندنا كمان اتفاق محتمل ما بين كوريا الشماليه وامريكا ودي ممكن تعمل تغيير ضخم في منطقه اسيا وفي العالم. وفي تغيير كمان حصل في الصين، راحوا غيروا الدستور بتاعهم علشان فتحوا المدد ما يحطوش. وبعدين الست ماري لوبان امبارح انتخبت ب 100% من الاصوات رئيسه للحزب بتاعها. في تغيرات بتحصل في العالم، فاحنا ممكن نقعد شويه كده ايه نتكلم في الحاجات الصغيره دي. لا اكيد ده لازم عشان احنا نقول مش عايزين نكون غرقانين في اخبارنا الداخليه. انت لما تبص على العالم حواليك يا بتتعلم يا بتتعلم. صح. يعني ده شيء مهم، واحنا بنقول عايزين تحول ديمقراطي وعايزين طيب نشوف ونشوف كمان الازمات اللي بتحصل في المنطقه بشكل عام، لان الازمات دي بشكل او باخر ما احنا طرف فيها او جزء يعني او بنتاثر بيها. فان شاء الله اكيد نفتح الملف ده مع حضرتك. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. تعرف كيف
هو مهتز يعني باي باي بحب الكرين بتاع الطائر ده، عارفه بحس كده في شيء من التقدير. احنا بعد كده نبقى نصور يعني، خلي الكاميرا تجيب الكرين عشان حضراتكم برضه تبقوا معانا في الصوره. اخر اخبار الانتخابات الرئاسيه، وطبعا احنا عارفين المرحله الاولى او الخطوه الاولى هتكون انتخابات المصريين في الخارج، واحنا بقالنا كام يوم متابعين طبعا تحرك نشاط كبير للجاليات المصريه في اوروبا في الولايات المتحده الامريكيه لدعم الرئيس، لحث الناس على المشاركه في الانتخابات. وبالتالي الدور هنا بقى على البعثات الدبلوماسيه، سفاراتنا قنصلياتنا تفتح ابوابها تشوف لو في اي مشاكل تسهل الامور للمصريين في الخارج للتصويت ان شاء الله اللي هيكون يوم الجمعه اللي جاي، طبعا كل بلد على حسب توقيتها. في الكويت سافرنا طارق القوني النهارده عمل مؤتمر صحفي في مقر السفاره المصريه بالكويت، وقال ان السفاره حريصه انها تقدم كل التسهيلات اللي هتضمن ان شاء الله مشاركه اكبر عدد من ابناء الجاليه المصريه في الانتخابات الرئاسيه. نسمع كده جزء من كلام معالي السفير ونشوف برضو ملف انتخابات المصريين في الخارج والاستعداد ليه. كنا حريصين منذ البدايه على تقديم كل التسهيلات الممكنه للناخب بشكل يسهل من مشاركته في الانتخابات وفي التعرف على ما قد يواجهه من عقبات في الاستحقاقات الانتخابيه ومحاوله تجاوزها وحلها. زياده عدد الفرق المعاونه التي يتم افادها من وزاره الخارجيه والهيئه العليا للانتخابات، بالاضافه لزياده عدد اجهزه التابلتس اللي سيتم استخدامها في تسجيل عمليه التصويت للناخبين. كمان الجاليه المصريه في اليونان بعتوا رساله دعم للرئيس السيسي لولايه الثانيه، وبالنسبه لهم يعني القضيه ما هياش انتخابات بمعنى التنافس وانما هو مناسبه لتجديد البيعه لمصر. يعني هي الرساله في الاخر ان هذا الوطن يحتاج استقرار، يحتاج تنميه، وبالتالي كانت الرساله من اهالينا في اليونان اننا نريد للمشروع القائم اللي بتتبناه الاداره الحاليه انه يستمر حتى يصل الى منتهى. معانا معالي السفير حمدي لوزه نائب وزير الخارجيه لشؤون المصريين في الخارج. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير يا دكتور معتز، ومساء الخير لبنى هاني. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. معالي السفير، لاي مدى فكره انه يكون للمصريين في الخارج دور في دعم وتاييد القيادة السياسية وأن يكون لهم انتماءات سياسية وفصحون عنها بهذا الوضوح؟ يعني علينا أن نبدأ من الدستور، وسيادتك طبعا أعلم بالمادة 87 والمادة 88 من الدستور. المادة 87 اللي بتؤكد أن مشاركة المصريين في الحياة السياسية واجب قومي. المادة 88 بتحدد بوضوح التزامات المصريين في الخارج وكمان واجب الدولة تجاههم، ومن ضمن واجبات الدولة تيسير مشاركتهم في الاستفتاءات والانتخابات اللي بتجري في مصر. نعم. لأي مدى حضرتك شايف انه اللي بيحصل ده هيكون يعني مقدمة لمشاركة واسعة من قبل اهلنا في الخارج في الانتخابات؟ يعني احنا شفنا في السابق من يوم ما بدأ إشراك المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات في مصر إن المشاركة دي بتتفاوت أرقامها، وطبعا الإجراءات اللي بتتم من خلالها الانتخابات بتؤثر على نسبة مشاركة المصريين. يعني أما يكون في انتخابات أو استفتاء بيتم التصويت فيها من خلال التواجد الشخصي في مقر اللجنة ومن خلال البريد، فبنجد ان بالطبع ده بيشجع مصريين باعداد اكبر على انها تشارك في الانتخابات. اما تكون المشاركه من خلال التواجد فقط فده بيؤثر على النسبه. ويعني احنا شايفين ان في تسهيلات خلال هذه الانتخابات الرئاسيه، منها مثلا ان مش مطلوب مستند اقامه للمصري في الخارج. مطلوب انه يكون متواجد في الدولة ولو بشكل عارض، ولو هو مقيم في السعودية وعايز يدلي بصوته في البحرين يقدر يدلي بصوته في البحرين، وده ينطبق على اي دولة تانية. فده اجراء قررته الهيئة الوطنية للانتخابات لتشجيع
عدد أكبر من المصريين على أن هم يتواجدوا في مقر اللجان الانتخابية ودون الحاجة إلى تسجيل مسبق. في مرحلة سابقة طلب من المصريين في الخارج أن هم يسجلوا أسمائهم في مرحلة سابقة على إجراء الانتخابات. نعم. طب يا فندم احنا يعني هل عند حضرتك معلومة إذا كانت نتائج تصويت المصريين في الخارج هتعلن فور انتهاء التصويت ولا هتعلن مع النتيجة الإجمالية بعد ما يصوت المصريون في الداخل؟ النتائج الإجمالية هتعلن بعد اكتمال عملية التصويت في الداخل والخارج، لكن مش هيبقى فيه صعوبة في التعرف على نتائج الانتخابات في الخارج لأن عشان الفرز أعمال الفرز على الهواء وبتطلع المؤشرات يعني إعلان الحصر العددي لإجمالي عدد الأصوات في اللجنة والأصوات الصحيحة والأصوات اللي حصل عليها كل مرشح. وأنا أعتقد أن في الحملتين اللي هما يعني بيديرهم لصالح الاثنين مرشحين كل حملة هتبقى حريصة على أنها تحصر وتجمع أصوات الناخبين في الخارج، باعتبار أن دي المرة الأولى اللي بتجرى فيها الانتخابات في الخارج 10 أيام قبل الانتخابات في الداخل. عادة كانت بتبدأ في الخارج يوم واحد قبل بدء العملية في الداخل، فده هيترتب عليه أن الانتخابات في الخارج اللي هتنتهي يوم 18 مارس ويعني من الناحية الفعلية هتنتهي الساعة 6 صباحا يوم 19 بعد إغلاق آخر لجنة اللي هي هتكون في لوس أنجلوس، والفرق بيننا وبينهم 9 ساعات. هيبقى في وضوح في الرؤية بالنسبة لإجمالي عدد الأصوات في الخارج. تمام. نشكرك معالي السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج. فاكرة زمان لما كنا بنتخانق على الناس اللي بره يصوتوا طبعا. فوالله الواحد عايز اقول لك والله انجازات بتحقق، يعني احنا في حياتنا احنا انا فاكر كان الكلام ده في مثلا حاجة و90 كانت قضية كبيرة جدا حق المصريين في الخارج، واللي انت تنتخب بالبطاقة يعني كان فاكرة زمان دي كانت زيطة مش بدل ما تروح تسجل وتاخد البتاع البينك دي الرونا البينك يعني وردي دي فيعني لا احنا دلوقتي ما شاء الله تخطينا حاجة، بس هي القضية انه كل ده مفضل تنزل تشيل بص يا معتز في ناس نضلت عشان نوصل لكده. اقول لك على حاجة برضو من المزايا اللي حصل وانت بتسأل معالي السفير عن النتيجة والكلام ده، من بعد 25 يناير موضوع الانتخابات وانها الغرف مفتوحه يعني بتبقى قاعد هنا على الهواء، طبعا واحد اشتغل انتخابات كتير ان كان في كام استحقاق انتخابي يعني ما نعدش يعني، فعادي جدا اللجنه الكاميرا موجوده بنشوف ايه اللي بيحصل، بنشوف الـ يعني اعمال الفرز المؤشرات المندوبين واقفين بيعدوا بنبقى حتى احنا كوسائل اعلام بنقعد نحسب احنا كمان، فبيبقى عندنا رقم وبيكون نسبه اقرب الى الدقه يعني بتبقى يعني الفروق بتبقى حاجه بسيطه جدا، فبنبقى عارفين النتيجه قبل حتى ما الهيئه الوطنيه للانتخابات تعلنها او قبل كده كانت طبعا اللجنه الانتخابيه. والله هذا انجاز انا لازم يعني شفافية. نقول انه الناس اللي ضحت عشان يبقى في 25 يناير ويبقى في كذا وصلوا النتيجة، ان انا صعب جدا انك تيجي تقول لي ان في تزوير في الانتخابات هتزور ازاي يعني. طيب في خبر معالي السفير اسف معالي الوزير سامح شكري اللي عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في جنوب السودان ويعني وزير الخارجية والرئيس ووزير الدفاع وعدد من اعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني، ووقع كمان مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين مصر وجنوب السودان مبديا طبعا دعم مصر الدائم لاستقرار جنوب السودان. معانا معالي السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير، أهلا وسهلا. ممكن حضرتك تدينا تفاصيل أكتر بشأن نشاط حضراتكم في جنوب السودان؟ بالطبع، هو السيد سامح شكري قام بزيارة صباح اليوم إلى جنوب السودان إلى جوبا، ثم توجه بعد ذلك إلى نيروبي في كينيا، ونحن الآن نتحدث ووزير الخارجية موجود بالفعل في كينيا. المحطة الأولى من الزيارة هي طبعا بيحمل فيها وزير الخارجية رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس سالفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، بتتعلق بالعلاقات الثنائية وبدعم مصر في جنوب السودان. طبعا زي ما هو معروف مصر دعمت شعب جنوب السودان منذ سنوات طويلة، ودعم هذا تمثل في الدعم الاقتصادي والاجتماعي وبناء القدرات
كان بدأ منذ توقيع اتفاق السلام الشامل لمساعدة شعب جنوب السودان في أن يكون خيار الوحدة مع السودان خيارا جاذبا له. ولكن بعد أن اختار شعب جنوب السودان الاستقلال استمرت مصر في دعم جنوب السودان وبناء القدرات، وشمل هذا المجالات المختلفة، مجالات طب معالي السفير والصحة. معلش هسألك سؤال دلوقتي، علاقتنا جيدة مع الخرطوم الحمد لله ربنا يديمها، وعلاقتنا جيدة مع جوبا الحمد لله ربنا يديمها، هل عند أي من الطرفين أي إحساس بأنه لا ده المفروض نكون أكثر قربا مع مصر من الطرف الآخر مع مصر؟ لا، مصر توضح دائما للطرفين علاقتها ومع كل طرف ليس على حساب الطرف الآخر، ولكن هو علاقات تاريخية. تحدثنا اليوم مع المسؤولين في جنوب السودان، ربما أكثر من 90% أو كل مجلس الوزراء في جنوب السودان تلقى تعليمه في الجامعات المصرية والمدارس المصرية. الجميع يعلم أن مصر كانت دائما تقف إلى جوار شعب جنوب السودان منذ السبعينات من القرن الماضي، وبالتالي التزام مصر بدعم جنوب السودان ودعم استقرار جنوب السودان هو التزام ثابت وأصيل، ولا يفتئت أو لا ينتقص من علاقة مصر مع السودان بشكل بأي شكل من الأشكال. طبعا خلال الزيارة اليوم كان في محطات مهمة أو يعني خطوات أو يعني إنجازات مهمة تحققت، أهمها بالطبع الافتتاح المقر أو الغسيل الكلوي أو محطات الغسيل الكلوي التي قدمتها مصر هدية لمستشفى جوبا التعليمي، وهذا تم في احتفالية كبيرة بزيارة وزير الخارجية لافتتاح هذا المقر في المستشفى. أيضا الإعلان عن مساعدات طبية جديدة، زيادة عدد وحدات الغسيل الكلوي من 2 إلى 8 وحدات، أيضا إرسال وإفاد قوافل طبية مصرية إلى جنوب السودان، زيادة عدد المنح التعليمية للطلبة من جنوب السودان، أيضا زيارة ولقاء قيادات لجنة الحوار الوطني، لجنة تفكير الحوار الوطني، وتسليم المساعدات اللوجستية المصرية إلى هذه اللجنة، وهي مساعدات تشمل أجهزة حواسب آلية وطابعات وخلافه وأجهزة تصوير، بالإضافة إلى خبير مصري تم إفاده من وزارة الخارجية المصرية لمساعدة قيادات لجنة الحوار الوطني في إعداد التقارير الخاصة بها. هو واضح معالي السفير طبعا من الأخبار اللي دايما بنتابعها أنه الدولة والدبلوماسية المصرية نشطة جدا فيما يتعلق بالملف الإفريقي وبدول الجوار الحقيقة، فالمفترض أن المحطة الجاية أو الوزير الخارجية هي كينيا برضو جاية في نفس هذا الإطار، هل في جديد أو مختلف هيحصل فيها؟ يعني اللي بيلتقي غدا صباح غدا إن شاء الله السيد الوزير سامح شكري مع الرئيس الكيني هورو كينياتا، وينقل إليه أيضا رسالة من السيد الرئيس السيسي بترتبط أو بتتعلق بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الإطار العام الإقليمي والعلاقات مع دول حوض النيل بشكل عام. العلاقات مع كينيا أيضا علاقات قديمة بتشمل برامج مختلفة للدعم الاقتصادي والدعم التنموي، وبتأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز علاقتها مع دول حوض النيل باعتبارها الدائرة الأولى من دوائر الاهتمام في القارة الإفريقية. والفترة الأخيرة شهدت بالفعل لقاءات مكثفة للسيد الرئيس مع الرئيس الكيني وزيارات متبادلة من الجانبين، وبتأتي هذه الزيارة استمرارا للعلاقة الخاصة التي جمعت بين الرئيسين والحرص من جانبهما على التشاور بشأن القضايا. الملف ده يا معالي السفير، احنا قلنا الدراسات الفنيه والكلام ده يعني مش هنعول عليها لانه واضح طبعا فشلها، يعني زي ما تم التاكيد على كده، فالمسار السياسي على مستوى القاده والزعماء هو من المفترض انه يقرب وجهات النظر ويعني نوصل لصيغه ترضي جميع الاطراف. هل في حاجه يعني اتحققت على الارض؟ المشاورات وصلت لحد فين؟ الموقف بالنسبه لسد النهضه الجديد؟ يعني طبعا الاطار الخاص بشد سد النهضه هو اطار ثلاثي بيشمل مصر واثيوبيا والسودان.
ولكن هناك إطار آخر مرتبط بعلاقة مصر بدول حوض النيل والمسائل المرتبطة بالاتفاقية الإطارية لحوض النيل. تمام. وبالتالي مصر بتتحرك على مسارين مع دول حوض النيل لتأكيد اهتمامها بالتوصل إلى التوافق مع دول حوض النيل وشرح المواقف الإطارية، وفي نفس الوقت التواصل الخاص في سد النهر. ولكن أيضا مصر حريصة على إحاطة باقي دول حوض النيل بالمسار الخاص بسد النهضة والمفاوضات، وأين تقف المفاوضات، التحديات التي تواجه هذا المسار. وهذا أيضا بيأتي في إطار حرص مصر على توضيح مواقفها بشكل كامل لجميع دول حوض النيل في هذا المكان. وباقي الدول موقفها إيه معنا؟ يعني يعني الدول الحزن. الدول تتابع، دول حريصة على أن يحدث التوافق المطلوب بين مصر وسوريا والسودان. الدول تنظر إلى هذه العلاقة نظرة خاصة بأمل أن تنجح مصر وسوريا والسودان في الوصول إلى نموذج إيجابي للتعاون، يعتبر عامل مشجع لباقي دول حوض النيل أن أيضا أن تمضي أيضا في نفس المسار التوافقي التعاوني اللي بيحقق المبدأ المكسب للجميع وتجنب الإضرار بأي حال. أشكرك معالي السفير، شكرا جزيلا. والله شوفي حضرتك، أنا ببقى وأنا بسأل سؤال سد النهضة ده يعني لا أنا صح طبعا يعني موضوع مقلق، بس إن شاء الله يعني نحن له مستعدون. لكن هي الفكرة، شوفي إحنا من سنة 95 لما حاولوا اغتالوا الرئيس مبارك في أديس أبابا لغاية 2013-14 إحنا كأننا علاقتنا بأفريقيا هو ايه دي الناس اللي ورانا اللي احنا مش عارفين لسه بنبنيها من جديد يعني بس برضو ان احنا اللي احنا عملناه ده يعني ضخم يعني الوضع اللي احنا فيه النهارده فيما يتعلق بتواجدنا الافريقي فعلا ضخم. واعتقد انه ده برضو انه دايما بنقول ايه، الدبلوماسيه الافريقيه دبلوماسيه رئاسيه يعني ما ينفعش تبعت لرئيس وزراء، ما احترمنا رئيس الوزراء وزير خارجيه ده اللي كان بيحصل لسنين كتير اي قمه افريقيه، بس ما لازم يروح رئيس الجمهوريه. العلاقات ما بين رؤساء الدول هي الاصل، هم بيبصوا لها برش من الحساسيه. يقول لك انت تعالى انت ما بتجيش ليه الحاجات دي يعني. جولات الرئيس السيسي في الفتره الاخيره في عواصم افريقيا كلها واستقبال، وبدل البعض يقول لك يعني طب هتفيدنا بايه ان احنا نزور الدول دي والدول، لا هتفيدنا بايه انك انت محتاج شرعيه افريقيه. لو في يوم من الايام بتبني النهارده، لو في يوم من الايام قالوا عايزين نصلح مجلس الامن وعايزين عضويه دائمه لافريقيا في مجلس الامن، تصويت الكتله الافريقيه ده هو اللي بيرجح يعني. صح. برضو احنا انت ساعتها ما تجيش تقول له اصل احنا بعاد عن افريقيا، يقول لك انت انا اصلا انت بتعرفني امتى عشان تمثلني، بيكون ليك مصلحه بتيجي تخرج ودي. فلا احنا كده متوازنين عربيا، عندنا شرق اوسطيا، افريقيا، عارفه الدايره اكتملت كده. انا برضو عاجبني ان الرئيس في كل مناسبه، وحتى لما اخر حاجه لما كان مع السودان يعني الرئيس السوداني ورئيس وزراء الاثيوبي، انه مش هنفرط في الميه. حقكم في التنميه ده مشروع واجب وهنقف معاكم وجنبكم محتاجين ايه، لكن حياه المصريين حقنا في الحياه. صح. في الميه. فان الرئيس ياكد على ده في اكتر من مناسبه مش بس لينا لكن ليهم، ده المهم، علشان حتى المفاوضات اللي بتتم ومحاوله الوساطه ونقول لك البنك الدولي طب هنعمل ايه، يعني يبقى في اكتر من اقتراح او بديل علشان يعني لا مساس يعني ومش حد ينضر. تمام. في معانا معرض للشباب او يعني اسمه هنشارك الشباب، وبرده بالشباب وللشباب في نزله البطران بالجيزه. المعرض ده بالتعاون مع الجمعيه المصريه لمساعده صغار الصناع والحرفيين. نزلنا بكاميرتنا ونشوف كده يعني المعرض اخباره ايه. النهارده معرض كلنا هنشارك هي سلسله من الاحتفاليات والانشطه اللي بنعملها مباشره للجمهور لدعم، وخاصه النهارده شباب المنطقه. فالشباب هم اللي بيصنعوا، هم اللي بيتاجروا، هم اللي بيعرضوا، وده برضو بيتباعوا للاسر متوسطه الدخل. فيبقى احنا كده بنضرب كذا عصفور بحجر واحد. في المحافظه بنشجع طبعا الموضوع ده علشان تمكين المراه والشباب، فاحنا في دايما في الاماكن الفاضيه في المحافظه زي جناين في حي العجوزه او حي جنوب او زي مكان زي ده، احنا بنجمع دايما الجمعيات الاهليه المنتجه او الشباب او المراه، وبنديهم الاماكن دي كباكيات مجانا عشان يعرضوا فيها منتجاتهم، وبيعرضوها طبعا برضو باسعار متواضعه يعني علشان نشجعهم على الانتاج. جمعيه نشاطها بنمول اصحاب المشروعات
من خلال إجراءات بسيطة، لأن بعض الناس ما بيقدرش يتوجهوا للبنوك خاصة بيبقى ليها بعض الإجراءات الورقيات وكده. إحنا بمستندات بسيطة ممكن لو حد بيصنع حاجة في بيته مش شرط يكون عنده محل، بياخد كارد بناء على السكن بتاعه، وبالتالي بيقدر ينتج منتج. وتلاقي هنا في المعرض منتجات بصنع الناس بإيديها. أنا فاتحة محل ملابس حريمي، وكنت الأول بشتري من تجار جملة بره، ففي حاجات كتيرة مش بتعجبني الفينش بتاعها المصري، فقررت أن أنا أفتح مشغل كده صغير، وابتديت فعلا أعمل إزدالات صلاة وجلاليب سياح. المعرض هنا كويس، وأنا أول مرة أصلا أنزل معارض، فقلت أجرب يعني شغل المعرض وأعمل دعاية كويسة، وبإذن الله يعني أمل في ربنا كبير أن أنا أفتح مصنع إن شاء الله. رجعنا. طيب رجعنا، كنا بنتناقش بقى في الاهلي. أيوة. الاهلي فاز وكسب الدوري لكل الاهلاويه المره الاربعين. ايوه، والاربعين في تاريخه طبعا، والثالثه على التوالي. يعني لا ده بيقول لك، يعني انا مستغرب والله. ايه بيقول لك الاهلي فارق 24 نقطه عن اقرب منافسيه. على فكره 24 نقطه دي انا ممكن اعديها. مين بقى اقرب منافسيه؟ ما طلعش الزمالك. طلعت المصري. الله، والزمالك انسحب بجد ولا بص حضرتك ما تزعلوش، ان الاثنين اللي بيتكلموا اهلاويه فهيبقى باين برضو التحيز كده. احنا بصي، المفروض فرق الدوري كلها الاهلي وزمالك، اهلي وزمالك. استنى فرق الاهلي الدوري كلها المفروض تتسمى اهلي 1، اهلي 2، اهلي 3، 4، اهلي 4 بيلعب اهلي 5 بس كده. والله اصل هنقعد نوجع قلبنا ليه القصص دي كلها؟ يعني انا طبعا يعني بعتذر كل الفرق، بس هو بصراحه برضه لازم اقول حاجه، يعني مش انشطه كده 24 نقطه فرق، وده رايس على الدوري مثلا يجي سنه باين ولا رايس على الدوري. يلا خير، ربنا يستر. نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. الحقيقة واحنا بنتكلم على انه في تحدي بيواجه الدولة، طبعا اللي بيحصل ارهاب وتعامل قوات الجيش والشرطة والمدنيين والشهداء اللي بيسقطوا. فكنا دايما بنقول انه مش عايزين المسألة تبقى مجرد ارقام، وربنا يصبر طبعا اهل كل شهيد، ومسألة بتبقى اكيد صعبة ومؤلمة، لكن يعني الجزاء عند ربنا اكبر. لكن على الارض هنا نسهل الامور شوية، انه اهالي الشهداء محتاجين انه يحس ان الناس معاهم وفي ظهرهم، وما يدخوش السبع دخات، يعني يحس ان هم مقدرين ومكرمين، لان هم قدموا كتير، قدموا اغلى ما عندهم. لما تكون الام دي قدمت ابنها، الزوجه اللي ترملت، الاولاد الصغيرين، مشوار حياه وحاجات صعبه جدا. فالحقيقه كلهم في مجاله. يعني قبل كده كنا بنتكلم يا معتز ان وزير التعليم العالي قال برضو هنشوف موضوع الجامعات، وزير التربيه والتعليم المدارس برضو نسهل على الاولاد، نشوف المصاريف المدارس الخاصة ندخل ونساعد ونزق في القصة دي. النهاردة عندنا وزارة الداخلية وتحديدا مصلحة الأحوال المدنية اللي هو طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية. النهاردة يعني شيء مهم ومحترم، وده ده ده واجب علينا كلنا، لكن إنه يحصل على الأرض ده يعني شيء لازم نتكلم عنه. قال إنه هيتم يعني في تخصيص كده أماكن للناس، أهالي وأبناء الشهداء هنساعدهم، نشوف مثلا نسهل لهم الإجراءات، أي أوراق تقليص اللي عارف طبعا، واللي بيروح مصلحة حكومية عشان يخلص حاجة بتبقى المسألة صعبة قوي. فهيكون ليهم أماكن ومفيش طوابير، مفيش انتظار، الورق يعني هيخلص على طول. هيكون في موظف هيتوفر ويملى ده بشكل سريع، النماذج مجانا، وهو اللي ياخد الورق وينهي المصالح الناس، وده يتم يعني بسهولة ويسر وما ياخدش وقت، تسهيلا على الناس ومراعاة طبعا لكل اللي قدموه. يعني لفتة كده لازم انها تكون موجودة، وانه هيبقى الموضوع ده هيتم تعميمه على مستوى الجمهورية، في اي محافظة في اي مصلحة احوال مدنية هيخلص كل الورق، وده شيء طبعا مهم ومحترم. وكل التحية اللي هو طارق الأعصر، وكمان عندنا الأستاذ العميد احمد هاشم اللي بينفذ الكلام ده على الارض. ده كلام مهم ومتهيألي انه احنا يعني حضراتكم خدوها بمنطق انه الناس بيبقى فيها اللي مكفيها، قدم تضحيات وقدم ابنه وفي الاخر خالص
الواحد بيزعل كده لما قابل حد بعد فتره يقول لك انا من اللي قاتله في حرب كذا ويحكي بقى عن زمن وما خدتش حقي يعني او ما خدش حق مش هو مش عايز حقه هو بيبقى ما حدش كرمني بالقدر ده. فبعض اللفتات الانسانيه البسيطه بتبقى مهمه. فاحنا حابب نشكر سياده اللواء طارق العاصر والاستاذ العميد احمد هاشم وبنطالب كل الجهات بقى تخفف على كل اهالينا اللي يعني قدموا اولادهم شهداء او مصابين في هذه الحرب الشرسه على الارهاب. صحيح. قول انت الخبر ده شتكوا يعني الخبر ده احنا مستنيينه بقى لك يوم 18 مارس اللي جاي. انا بهزر لك حد هيصدقه بس يعني 18 مارس جاي ممكن تلاقونا طالعين من المطار الحلقه من المطار احنا قاعدين كده في وسط الطيارات قاعدين مستنيين الطياره اللي جايه منين؟ من موسكو. من موسكو. حضرتكم انا من ساعه ما عرفت لبنى حياه 4 سنين واحنا بنتكلم في الموضوع ده. ايوه طياره موسكو اخبارها ايه؟ هتيجي امتى؟ وقالوا اخر كلام في مفاوضات اصل احنا ما كناش مستعدين علينا احنا يعني فواضح مش لاقيين كراسي نركبها على الطياره وبعدين مش لاقيين الطيار الطيار حماته ما اعرفش بتولي يعني كل مره انا ساعتها تصدرت كده وقلت لا يا معتز ده عملوا الجدول وثلاث ايام في الاسبوع. ايوه كنت متحمسه برضه بس يعني الحمد لله اهو يعني ان شاء الله بانت في حياتي هنشوفها 18 مارس اول رحله ما بين موسكو والقاهره ده وفقا مش من عندنا خالص وكاله الانباء الروسيه عشان ما حدش يقول احنا اللي بنقول ده هم اللي بيقول. وموقع المطار هناك برضو مش عندنا يعني حطوا الجدول كده الرحلات ما بين مصر والقاهره وموسكو والدقوا الناس اللي جايه انا بهزر لا دي لقاءات ارشيفيه جديده هنشوفها ان شاء الله. ايوه باذن الله. هيكون 3 مرات في الاسبوع زي ما قلت المعتز قبل كده صح. فنتمنى بقى الموضوع يكون ده بدايه خير والسياحه الروسيه تشتغل وترجع تاني لان اكبر نصيب يعني من او يعني سوق السياحه عامه السائح الروسي ليه نصيب الاسد عندنا. طيب. وعاده على فكره الشركات بتشوف بعض يعني عايز اقول لك ايه هنقول هيقولوا لبعض بالظبط كده لا والدول كمان أيوة يعني هبص يقول لك ايه اللي كان يقول لك اصل روسيا خلاص بعتت يبقى احنا كمان نبتدي نحجز فان شاء الله خير يا رب باذن الله تعالى. هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا. في اتجاه في العالم لان هم نضع قيود على عدد الفترات اللي بيتولاها المسؤول في السلطه يعني حكايه 4 سنين في 4 سنين او زي فرنسا 5 سنين في 5 سنين الى اخره. انما الصين هي عالم لوحده يعني دوله كده لوحدها بفكر مختلف ولا اخر. الصين بيحكمها راجل اسمه تشي جين بينج ده يكاد يكون ثالث في تاريخ الصين بعد الرجل اسمه ماو تسي تونغ ده اللي وحدها وخاض الحرب الأهلية وخلاها شيوعية ده اسمه ماو تسي تونغ. تاني واحد اسمه دينج تسياو بينج ده في السبعينيات ده رائد النهضة الاقتصادية. الرجل ده بيقدم فكر جديد اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة دوت وكان المفروض آخر فترة حكم دي تكون 2023 ومع ذلك هو بمنتهى البساطة كده قال لك ايه انا مش انا يعني مش ماشي يعني انا ادائي كويس وليا مناصرين داخل الحزب الشيوعي. المهم الحزب الشيوعي بالفعل وجد انه القيادات الجيدة نادرة وعلى هذا الاساس قرر انه يعدل الدستور ويعطي فترة يعني اللي بيسموها ايه فترة مفتوحة يعني 4 سنين في 4 سنين في 4 سنين يعني ممكن تقعد ما دام في رضا عن اداء اللي بيحكم فنخلص. بس عايز اقول لحضراتكم او يعني كنا بنتكلم مع استاذ لبنى في الفاصل ده ملمح على انه الصين برضو ليها خصوصيتها وليها قراءتها ل ايه اللي هي محتاجاه قوتها الاقتصاديه صح صح هي اللي فرضه نفسها يعني لما تكون بلد الاداء الاقتصادي انك ليك قوه ليك ثقل فبالتالي حتى يعني امريكا بتحسب لها 1000 حساب دلوقتي يعني صح. حتى لما كانوا بيتكلموا على العمله وبيتكلموا على العلاقات السياسيه قوتك بتفرض نفسها على خصمك او على المحيط الخاص بيك. وصلنا لنهايه الحلقه النهارده حلقه اخبار وبس نتمنى كده يعني تكون حلقه خفيفه. لما نشكر والله السيد مصطفى قعدنا اولا كنا بنقف تاني حاجه قعدنا نتداول في نقاش الكون وفخلاص بقى هو ايه يعني نصيبه كده. طيب ونصيبنا ان شاء الله على كل خير نقابل حضراتكم بكره باذن الله. نشوفكم بكره ان شاء الله.